وعودة للخبر الأبرز، وهو القمة الثلاثية في العقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني. ينضم إلينا من الأردن عبر الهاتف السيد بركات الزيود، الكاتب الصحفي ورئيس قسم التحقيقات في وكالة الأنباء الأردنية. أهلا بحضرتك أستاذ بركات. اهلا، مساء الخير ولجمهور المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك استاذ بركات. يعني قمه ثلاثيه كما اشرنا في العقبه لبحث مستجدات الوضع والتشاور والتنسيق بشان الموقف من العدوان الاسرائيلي، برايك اهم الملفات التي تناقش بين الزعماء الثلاثه في ظل الاتفاق على رفض التهجير التام للفلسطينيين؟ حقيقة هذه القمة الثلاثية على ما يبدو أنها تكررت، ولكن هي دائما تصب في اتجاه واحد وقرار واحد وموقف واحد موحد بين السلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين والأردن من الجار والذي يمتلك واجهة حدودية كبيرة مع فلسطين المحتلة، وايضا مصر التي تشكل ايضا احدى اهم الدول المحوريه في المنطقه وفي العالم تحديدا. اليوم هذه القمه تاتي بعد زياره قد تكون الخامسه او السادسه لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن للمنطقه، وبعد ان التقى ايضا هؤلاء القاده في عده اجتماعات متعدده. كان الرد عليهم على هذا الوزير الامريكي والملفات التي تبحث او التي حضر بها كانت في الراي ان لا تهجير للفلسطينيين تحت اي ظرف، لن تقبل مصر، لن تقبل الاردن، ولن يقبل الفلسطينيون ايضا ان يرحلوا عن بلادهم، فكان الموقف حاسم موحد، وهذا ما اعتدنا عليه حقيقه من هذه الدول الثلاث او من الاردن ومصر والفلسطينيين، ان موقفهم واضح وان الملفات التي ستبحث في هذا اللقاء وفي العقبه تحديدا هي لتاكيد الموقف ولتنسيق الموقف المقبل او الحركه المقبله التي ستاتي للرد على العدوان الاسرائيلي المستمر منذ نحو 100 يوم، ولم يوقف شلال الدم، لم تابه اسرائيل لكل القوى الدوليه التي تحاول ان توقف. طب استاذ بركات، ايضا زياره بلينكن في المنطقه ربما هي الرابعه اعتقد خلال ثلاثه اشهر، ويحمل يعني له عده تصريحات في غايه الاهميه، منها مثلا دعم بلاده لتدابير ملموسه يعني لحل هذه القضيه، وايضا يعني يهدف الى ضمان عدم اتساع رقعه الحرب لتصبح صراعا اقليميا. هل برايك ان بلينكن يحمل هذه المره رسالة مختلفة عن المرات القادمة التي دعم فيها إسرائيل؟ هل هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية لها توجه مختلفا نسبيا عن المرات السابقة؟ حتى ليس من الواضح أن بلينكن في كل مرة يأتي يصدر ملفا جديدا، لكن هو أعتقد من وجهة نظر الشخصية أنه يحاول أن يمرر الحل على حساب الأردن ومصر والفلسطينيين، يحاول ان يضغط بكل القوى، لانه قبل ان ياتي للمنطقه هو وغيره موقف الاداره الامريكيه واضح، ندعم اسرائيل في الدفاع عن نفسها، نرفض التهجير، ولكن على ارض الواقع ليس هذا الموجود، هناك قتل، هناك محاولات للتهجير، هناك حديث عن التهجير الى دول اخرى، هناك ضغط باتجاه مصر، ولكن مصر ما زالت تقاوم وتقف بثبات في وجه تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين منذ زمن، فلم يأتي بلينكن حتى اليوم بموقف عادل يلبي رؤية مصر والأردن والفلسطينيين، أن تكون هناك حل دولتين، المصريون يقولون لماذا تهجر الفلسطينيين من أرضهم وهم لا وهم وهي دولة محتلة، وبالتالي اليوم مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية يواجهون نفس الضغوطات من الإدارة الأمريكية بأن يكون الحل على حساب الفلسطينيين وهذه الدول وليس على حساب التسوية العادلة ونزع فتيل الصراع في المنطقة. أعتقد أن بلينكن في هذه المرة جاء حاملا أداة ضغط جديدة، لأن الأمور قد تنفلت من عقالها كما نبهت مصر مرارا وتكرارا والأردن بأن المنطقة
تشتعل، وهذا ما جرى. باب المندب أصبح منطقة خطر عالمية، منطقة تضم استهدافات لسفن تجارية، لحركة الملاحة، أيضا شمال فلسطين المحتلة، لبنان، الجبهة ستشتعل، قد تدخل على الخط إيران. هذا ما تحذر منه الرؤية الأردنية والمصرية منذ زمن. الصراع حاولوا مرارا وتكرارا أن يحل، إفهام الإدارة الأمريكية هذا، يقولون أن أستاذ بركات، نقطة أيضا أخرى يعني اعتذر عن المقاطعه، ولكن نقطه في غايه الاهميه هي يعني اذا كانت مصر والاردن يعني لهما موقف يعني واضح وصريح بشان تهجير الفلسطينيين، ولكن اسرائيل تتخذ ايضا نهجا اخر يتعلق بتجويع الفلسطينيين والمجاعه في غزه، يعني مستوى عال من نقص الغذاء في غزه وبقيه الخدمات الانسانيه. كيف يمكن لمصر والاردن في هذه المرحله ان تضغط على كل الأطراف الفاعلة من أجل إنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء بشكل عاجل إلى الفلسطينيين؟ أنا أعتقد أن مصر والأردن دورهم الثابت في قضية الفلسطينية على مر الزمن والتاريخ هو الذي منع تصفية القضية واتهام بقية الأرض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وعدم عودتهم. ونفذت إسرائيل كثيرا من مخططاتها. اليوم إسرائيل تهدف إلى قتل المدنيين والتجويع والأسلحة التضليل وكل ما تقوم فيه، هي تقوم في هذه للضغط على 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 مصر والأردن لقبول الحلول، والسلطة الوطنية الفلسطينية لقبول حلول على حسابهم، على حساب أرضهم وحساب شعبهم، وهذا غير مقبول. اليوم ما يجري حتى الآن، ما يشكل الضغط اليوم على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة هو الموقف المصري بالدرجة الأولى، معه الموقف الأردني والفلسطيني، لأن اليوم يبحثون عن حل حساب مصر. مصر ترفض، كأنها تعرف يقينا أنها لن تجر شعبها إلى مدمرة، وهي بالمقابل أيضا لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية عبر ضغوطات بأن إسرائيل تقتل المدنيين، أنتم لازم تفتحوا الحدود وندخل الفلسطينيين عليه. لا، لن يكون هناك حل، وبالتالي الضغط المصري والأردني يكون من خلال الموقف الثابت، وهذا ما جرى حتى اليوم خلال 95 يوم من الحرب، 96 يوم من الحرب الإسرائيلية، كل الضغوط باتجاه مصر والأردن بأن يستقبلوا حركة تهجير قسرية ونكبة جديدة للفلسطينيين، وهو ما لم يكن ولن يكن. صحيح أن هناك ضريبة قاسية لحركات التحرر التي يدفعها الفلسطينيون، وهناك شهداء وهناك، لكن في النهاية يكون ذلك على حساب التفريط بالأرض، وهذا ما يجعل الموقف الضاغط على الدول الفاعلة بالقرار الدولي من قبل الأردن ممصد بأنه لن نسمح بالتهجير ولن نسمح بالمجاعة، وسنضغط بكل قوتنا حتى إدخال المساعدات وإنهاء الحرب على الضفة الغربية وقطاع غزة تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ بركات زيود، الكاتب الصحفي ورئيس قسم التحقيقات في وكالة الأنباء الأردنية.